أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، يقول الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اليوم أيها الأحبة سوف نتأمل آيات في خلق الجبال ونشوء هذه المخلوقات العجيبة جدا. والله سبحانه وتعالى ذكر الجبال في 33 موضعا لأهمية هذه الجبال وأهميتها بالنسبة لحياتنا. ولكن السؤال: كيف نشأت الجبال؟ وكيف تكونت؟ وكيف تمارس عملها اليوم؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وألقينا في الأرض رواسيا أن تميد بهم. انظروا أيها الأحبة، وألقينا في الأرض رواسيا، هذه الرواسي هي الجبال، مسؤولة عن عدم اهتزاز الأرض أثناء دورانها لأن القشرة رقيقة جدا، وهي أيضا مسخرة لنا. يعني تصور أيها الإنسان أن الله سخر لك هذه الجبال. الماء الذي نشربه أيها الأحبة أفضل تنقية له من خلال الجبال، لذلك الله تعالى قال: وجعلنا فيها رواسي، أي جبالا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي مرتفعات شاهقات، وأسقيناكم ماء فراتا. إذن هناك علاقة بين طول الجبل وبين الماء الفرات العذب. الآن أيها الأحبة دعونا نتأمل كيف انتصبت الجبال في البداية. يقول العلماء إن هذه الجبال لم تكن موجودة أصلا، ولكن بسبب زحف القارات واصطدامها مع بعضها عند أطراف الألواح الأرضية نشأت هذه الجبال العالية بطريقة تسمى الانتصاب للأعلى، وبشكل طبعا عبر ملايين السنين أو عشرات الملايين من السنين. هذه الحقيقة العلمية أمرنا الله أن نتأملها في القرآن، لم يغفلها عز وجل. قال تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. انظروا الدقة في كلام الله، وإلى الجبال كيف، ماذا؟ لم يقل خلقت أو وضعت، قال نصبت. لماذا؟ ليدلك على آلية انتصاب الجبال للأعلى. سبحان الله، ما هذه الدقة العلمية؟ أفلا ينظرون إلى الإبل، بدأ معك بالإبل، الأشياء القريبة منك، تبين أن الإبل لها أجسام مناعية في دمها وفي لبنها لا يوجد مثلها في الطبيعة، وتبين أن ألبان الإبل تعتبر من الألبان الفريدة في الطبيعة أيضا، والتي لا زال العلم يحاول اكتشاف أسرارها، وربما آخر بحث ربما نقرأه عن استخدام هذه الألبان، ألبان الإبل، في علاج مرض السكر. آيات للموقنين.
يعني سبحان الله، هذه الإبل سخرها الله لك بلحومها وجلودها وألبانها، وهي وسائل للنقل أيضا، ويخلق ما لا تعلمون. أيضا أمرك أن تتأمل فيها، وضع فيها آيات للتدبر والتأمل لتزداد يقينا بهذا الخالق العظيم. وخلق لك الكون لتتأمله، وقال: وإلى السماء كيف رفعت. نحن لا نرى أعمدة الجاذبية، ولكنها موجودة وشديدة جدا. يعني السماء لها، أو الكون فيه قوى جاذبية عملاقة ومرعبة، ولكننا لا نراها سبحان الله. وإلى السماء كيف رفعت. ثم قال عز وجل: وإلى الجبال كيف نصبت. خلق لك الجبال لتنقي لك الماء، ولتساهم في نزول المطر، ولتختزن كميات كبيرة من المياه العذبة، ولتساهم في التوازن البيئي العالمي للغلاف الجوي. ثم أمرك أن تنظر وتتأمل كيف انتصبت. سبحان الله، يعني والله شيء عجيب جدا أن هذه الجبال يعني محيرة بالفعل. حتى أوتاد الجبال أشار إليها، قال تعالى: والجبال أوتادا. حتى حركة الجبال قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وبالفعل ثبت أن كل جبل في الأرض يتحرك، حتى الجبال الجليدية في المحيطات والبحار لها جذور عميقة وهي تسير وتتحرك وتزحف ولا نشعر بها. يعني بالله عليكم، من يستطيع أن ينبئ بكل هذه بهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية والكونية في كوكب الأرض؟ ثم إنه هل للمصادفة دور في جعل كل هذه الأشياء تخدمك أيها الإنسان؟ لو كان الكون نشأ عن طريق التطور، ونشأ عن طريق ما يسمى بنظرية التطور والانفجار الكبير وغير ذلك، هذه النظريات التي لم تثبت يوما ما، هذه النظريات التي يدعون أن كوننا وجد عن طريق المصادفة، كيف نشأ هذا النظام المبهر؟ وكيف نشأت هذه العلاقات بين الإنسان وبين بيئته؟ كل شيء مناسب لك أيها الإنسان. من الذي جعلها؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، ونحمد الله أن سخر لنا هذا الكون لخدمتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.